كما تشوفون هاي لعبة الدايز كون راح نلعبها هلا وراح نلعبها هلا وراح نخلص المراحل. انا هاي عم ننتظر لحد ما تحمل اللعبة، رح تحمل ورح نلعب دايز كون. لعبة عم تحكي عن مسوخ في امريكا، واللعبة كلها حرب و ار بي جي وقواص ومراحل وطويلة شوي كمان. هلا عم ننتظر لحد ما تحمل يا شيخ، بس لتحمل للعب. سمعت أي حاجة على السلك بتاعي؟ شيء غريب جدا. وهاي بلشت راقبوني وكيف عم بلعب، أيوة قلت لك وراح نلعبها هلا. أكيد عندهم قاعدة في مكان قريب، ها؟ مرقبتهمش؟ ايوه، هما دايما بيستخبوا ورا الجبال ناحية الجنوب بسبب زحمة الطريق، بس ما اقدرش اقرب منهم. شوية سفر هيبقى في حاجات كتير يجاوبوا عليها. ايوه هنروح على فين؟ سؤال كويس. اوبراين انت سامعني؟ رد يا اوبراين. انا خلصت. ايوه حصل. قابلك فين بقى؟ ما توقعتش انك توصل بسرعه دي. هبعت لك الاحداثيات دلوقتي، بس هاخد شويه وقت عشان اوصل هناك. وبراين هيحاول. يا خبر، هو فاكر ان انا بعمل ايه هنا؟ استنى، عندك حق في حاجه واحده، اسلوبه مبين انه مش سهل. استنى هنا، مش عايز يتوتر انه يعرف اني جبت حد معايا. تمام، هراقب بوتسيكل. شفت اللي يكفيني من اغبياء نيرو في يوم واحد. طيب هرجع. اوبراين قال ان عنده اخبار، عارف اسم باباها. ايرين مش ممكن تكون عايشه، بس هو عايش. ليه هي لا؟ ها؟ شوية من فترة تعودوا واحتفظ بيها مع أيا كان سيدي. أيا كان سارة ويتكر مراتك، هي اللي ذكرت وحدة الجيش العلاجية في المسطحات اللي جنب سيدي الليل، ومكتوب إنها عملت عملية 6 ساعات واتنقلت. هاي هي دايز كون، دي لعبة دقة ال 4K وال 2K وعم نلعبها هلا. ماشي طيب، يعني ممكن تبقى عايشة حتى بعد كل الوقت ده. ممكن تبقى عايشة يعني ايه؟ لا المكان كله اتدمر، كل حاجه كانت متدمره وما كانش في اي علاج.
انت نجيت وهو بس انا ما كانش في حاجه تحمي المعسكر فاهم الطريق 97 كان ولسه مليان بالمصابين نصوخ من اول لوس انجلوس لحد الخليج ومن سنتمنتو كان مليان بالالام تمام ماشي ما قدرناش نحمي حاجه انا فهمت يعني انت هرب مين جه معاك نيرو ومسؤولين وناس بس كده افراد النيرو مجندين الافراد المسلحين الضباط اللي المفروض يحموا المدنيين انا عارف كل حاجه عن الحشوش عارف كنت تعمل ايه كنت تجيب شويه معاك كان ممكن تنقذ ناس ما كانش في امل ما كانش في اي وقت ما كانش في اي فرصه فاهم وقت ما حصل الحشوش كانت قلبه خلاص لا فهمت وعلى كل حاجة حصلت بس انت لازم تفهم لو كنتش ركبتها معايا اليوم ده كان كده كده هتبقى مهيدة انت عملت الصح ولو كنت قررت تستنى فالحاجة أكيد هي إن كنت هتبقى مالك معاه أنت فاكر كان مش فاهم أوبراين شكرا لك أنقذتها يعني انت آسف بس كده يا أوبراين انت آسف الموضوع كله كان زفت تضييع وقت اللي بيحصل ده بوزر بوزر يخرب بيت كده يا بوزر انت رحت فين مستحيل بوزمان رحت فين اصل جزمة اكيد هو دايما بعد تحت الأقدام ايه ده؟ ماشي معانا ايه هنا؟ من هنا أنا. سكيزو سأل عنك وقال إن بوزر ما جاش الشغل فقلقت لا بخير كان عندنا شوية حاجات لازم تخلص بلغي سكيزو إن إحنا هنرجع في خلال ساعة تمام هاي أنا مستعدة أرجع هناك تاني وصلها محاوم إنت سمعني أيوة صح طيب بس بيقولي لي إمتى قدرت أحس بالمية السخنة هستمتع بدوش ده على طول أيوة طيب ده شكله ريكي اسمعي انا لازم اتحرك ديكي حول لازم ابص اخبار اني طريق رجعت على الطريق في حاجة
تك من هنا. يا خبر بوزر، ايه ده؟ لما كنت بره فكرت اروح السوق وقابلت شويه ممزقين بيصطادوا كلاب. على بالك لسه ما تعبتش. مجرد كلب بيصطادوا ويموتوا الكلاب القويه. لا لا ما ينفعش، ما ينفعش اسيبه هنا يا ديك. لا ما ينفعش، ما ينفعش نعمل كده. خليني خليني اعمل ده. انت انت تقدر. تمام يا ديك، مش مشكله، مش مشكله. بس قلت لك انك تمام، ما تخافش يا صاحبي. ارتاح. هاي وصلنا للمرحلة، راح نخلص هذا الشي بعد دقيقة أو دقيقتين. هلا راح يقوموا ونروح لعند المطار وبنخلص المرحلة. أنت جاهز؟ لا 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 أنا مستعد. كلنا عقل واحد. I'll leave.